السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان هو الدنيا 24 كلا سعوتان وراركي ودن بيه عالم كاية صومالي دا وحان هل كان إذن كسو قد بين دونا ورا الله حريرا حالة دا هو دن كايثوبيا إيو حابيه ودن بيه هل كاسي نغاسو غاري قضبضا أنسو قادن دوننا وحا كمي نقون دونا دقالة دي سعودي مالميه لسور دافي وها كواد علوس لين عيادونا أيسان وح قولا كلا شاقنين إنك سو دولة فضرال كا يمامو الكا عنفرت يكن ديغان كا محارضو باي كوع العلن ين قولوا وين كقارين دقالة دا وقوي ودن كيتو بيكا سعودين كو جبيان كوحدة تي بيالف هدانا كوحدة تي بيالف ومالميه لسور دافي ان وح جواب لغيه لين أفايين كذا قتاجو ريدا أوه ورئيسي بحياة يوحا وشاقين اي وحبا كمجران يهين قولاها اي دولادة فضرالكا اي ودن كايثوبيا سيداه اي يغو شاقين اي شاقتي اي لحريراه ان دقالة داسي لغاقا قوليستي قتاجو ريدا ورئيسي دي رسييه ورباهين تا تكري ميديا هاوس اي وحا وشاقي ان اي قولاوا وين كقارين دقالكا وقويقا ودن كايثوبيا كسعود وحا وشاقين دمان دقالة دي ودن بيه اي يغو قولاوا وين كقارين هنا كو جبيانا مامولكا رئيس الوزراء أبي أحمد يعيد مديسة يا مامولكا محرضة يكوى عن فرطة قتاجو ريدا يا وحاو شاقيه إن هادا وحي كدن بي يا مامولكا رئيس الوزراء أبي أحمد سيدا وساقو هادا الكودقة يهين كوانا فلعاري عين عرورتي هاوينك يا دادكي مساكين تا دقال كاكوسو وقريان وحاو نشاقين يوغو كد داليان سيدي لوبد بادين لها دادكا سيه ديباتو يناه أيسانو سوغارين أفاينكا تي بي ألف أيا سيدو كالتو وحاو شاقين دقال لدي قدن بي يكاد عاي ديغان دا محاردا يا سيدو كالتو ديغان كعنفرتا انتبه أي يوغو قلوا وين كغارين وحاو نشاقين هالكا سي هوب كالدوان أي كلو ريغين محابيسنا أي كغابتان إذا ماذا مامولكا رئيس الوزراء أبي أحمد السيد وإذا ماذا ميلتريغ ودن كيثوبيا بل سيئيغو أي حلغان ألبحان مامولكا أبي أحمد يا حلوفة ديس السيد أي هذا الكودغان دولدة فضرالكا أي ودن كيثوبيا هيا قولك لدوان الشيغان أي سيما الميه لصور دافي وحان وقويغ ودن كيثوبيا حلغان كسعودة دقالوه آد أعلوس أول حريرا وحيصد أود حيص دولدة فضرالكا قومية دام حارضة يسيدو كلتاكو وحدة تي بي ألف أو دقال كل جرتا مامولك رئيس الوزراء أبي أحمد دقال دا كسعودة قبل دا غوندر إيه وولا زونة إيه ودقان كام حارضة إيه وحي مالميه لصور دافيا هيانا كوادين عيادو هاي دقال عولو سيد أحمرين وحانا جري خسارة كلدوانو ديماشو يداو عسوكو جراو دين عيادة سوكا لقاري إيادا ومد والبا وبراها وسيدة قوني داو استعمالو وكوبا هنا يي خسارة وشاقينو دين عاكلتا قارسيي لكن ورر كاسي اي هايين كوا آن مدح بانانين ودين عيادة كلي أشيغ شو ينكود اي هايين هادانا دولادة فضرالكا ايثوبيا ومدوين كنبادة دا لحوغن اوغو جرتي سيدي اي دقالكا وقويغا ودن كايثوبيا كسعودة قولك لدوان اوغا قار لهايد يا وحا اي سوسا ريسا دفع ذاك لدوان او عيدا ماذا ميلاتاريغا هو اي دون يانين اي دقال كان كاقيب قاتان رزول زراها ودن كايثوبيا اي حكومة ديسا وحا اي دادال كاوغو بادان كوبيحنا يان هول قلينتا ايدا ماذا عصب اي تابرادا صورة مايستي كواسيو لدون ايوه ان اي قيب كنغدان دقال كالوغو لجرا كوحدة تي بيالب دولدا فضرالكا يا وحا لوار كا ميد كان ميدا قرشيا شادا اوغو مهمسان ان اي هاي ديبو هابين تا عيدا ماذا ميلاتاريغا او حلقا aad u kala daadsanaa markii ay bishii July ciidamadooda kala soo bixeen deegaanada Tigrayga oo halkaasii ay inta badan markaas gacanta ku hayeen dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia ayaa sidoo kale to waxa ay arintaasii uga gol lahayd qodobada kamid ka la sheegaya ahayn in cadaadiska tirada badan ee dhinaca wuqooyiga ka saaray wadamada caalamka kaga imanayay uu ka dago si ay fursad ugu hesho in ay iska sii jeediso adalada wadamada caalamka ee la xiriiray arimaasi dawladda federaalka oo muddooyinka u dambeeyay dhankeeda ku dadaalaysay arimaha la xiriira dadaalada diblomaasiyadda iyo sidii ay wadamada caalamka iyo kuwa qaarada Afrika ugu qancin lahayd arimaha siyaasadda ee hormoodka ka yahay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa iyaduna waxay sheegtay inay guulo kala duwan halkaasii ka gaartay sida ay warbaahinta dawladda ee wadanka Ethiopia sheegayso
ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia ayaa waxay sheegeen in ay ka baxeen caqabadihii kala duwanaa ee muddooyinkii u dambeeyay la daalaa dhacayeen taas oo inta ugu badan lagu sheegay maamul xumaas oo wajahday ciidamada waqooyiga waddanka Ethiopia kadib burburkii niyad jabkii kaga dhacay dagaalkii ay kooxda TPLF ku qaaday ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia ee ku sugnaa xeeradii ugu weynayd ee ciidamadaasi ee waqooyiga waddanka Ethiopia halkaas oo dhibaatooyin kala duwan ay ka soo gaareen ciidamada militariga kooxda TPLF waxa ay soo bandhigtay ciidamo ay sheegeen inay dawladda ka qaqabteen iyo sidoo kale hubuk noocyihiisa kala duwan oo ay isna sheegeen in ay dawladda ka qabsadeen dagaalada ugu badan ee maalmihii dhaweeyto dhacay waxa ay ahaayeen kuwa ay kooxda TPLF ku doonayso inay marin muhiim ah ku furato halka dawladduna ay diidanayd marinkaasi inuu furmo deegaanadii ay hore u qabsadeen kooxda TPLF na ay doonayeen in ay dib ula wareegaan deegaanada canfarta ayaa sidaas la mid ah ay dagaalo culus ka socdaan iyada oo ay dawladda federaalki guulihii maalmihii la soo dhaafay sheegtay iyo goboladii ay sheegteen in ay qabsadeen uga taajo riida gabi ahaanba beeniyay waxa uuna sheegay in ay iyaga yihiin kuwa gulaha ugu waaweyn ka gaaray marka la fiiriyo guud ahaan dagaalka ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia oo sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalka hadii maamulka Abiy Ahmed uusan miirsanin aqliguna uusan shaqeynin sida uu Getachew Reda hadalka u dhigay dawladda federaalka Ethiopia cadaadis kale ayaa soo food saaray oo la xiriira dagaalka ay dawladda Sudan ka bilowday ay xisadaha la xiriira Xisadii muddooyinka u dambeeyay dhinacyadan la xiriirtay oo labadii maalmood ee la soo dhaafay xuduudda wadamadaasi xiriirisay ay dawladda Sudan ciidamo aad u tir badan ku daad gureynaysay waxayna wararku sheegayaan inay halkaas ka taagan tahay xisad dagaal ah oo dhinacyadu laga yaabo in ay xabadi ka dhex qaraxdo maadaama oo dawladda Ethiopia muddooyinka u dambeeyay ay ka sii carareysay Sudana ay ka joogsan weyday xilligana dhulkii inta badan lagu muransanaa ee Sudan iyo Ethiopia isku hayeen horeyna loogu heshiiyay 2008 inuu Ethiopia ka tirsanaado ay dawladda Sudan in badan oo ka mid ah dib ula wareegtay ayna wali sii sheeganayso dhul ballaaran oo uu ka mid yahay halka xilligan laga hirgeliyay biyo xireenka weyn ee dawladda Ethiopia ay dhisayso ee laga dhisay wabiga Nil ee khilaafku isna ka taagan yahay dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda hadii ay Sudan ugu soo biirto dawladda federaalka taasi waxay noqon doontaa culays kale oo soo food saara laakiin dawladda Ethiopia ayaa ila iyo hadda codsanaysa in Sudan ay joojiso culaysyada ay ku haysay iyo waliba dandaansiga ay ku wado waddanka Ethiopia kooxda TPLF ayaa midaasi fursad muhiim ah u aragta iyada oo dawladda Ethiopia ay ku eedaysay Sudan in dadkii qaxootiga ahaa ay u qaxay deegaanadooda ay dib u soo hawlgeliyeen intay soo tababareen ciidamadoodana soo raaciyeen laakiin dawladda Sudan ayaan arrimahan si dhab ah uga hadlin ilaa iyo hadda wax wararkaasina aan xaqiijinayn afayeenka aqalka federationka ee waddanka Ethiopia Adam Farax oo isaguna xaaladda guud ee waddanka Ethiopia ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay in dadka shacabka ah ee deganada Ethiopia looga baahan yahay inay sidii aabayaashooda waddanka u difaacaan laakiin dad badan ayaa calaamad su'aal saaray hadalka afayeen Adam Farax oo deganadii uu asal ahaan ka soo jeedo dhibaatooyin kala duwan ka jiraan gacanta maamulka deegaanka Soomaalidana ay xilligan qaarkood ka maqan yihiin sidoo kale tana qaar ka mid ah deegaanada halkaasii hoostaga ay shaki gelinayso lahaanshaha dawladda federaalka waddanka Ethiopia maadaama dhulkaasi gudiga doorashooyinku ay sheegeen in lagu muransan yahay doorashana ayna ka dhici karin waxayna dad badan isweydiinayaan Adam Farax hadalka Ethiopia wax kaga raadsanayo soo kama fiicnaateen inuu dadkiisa deegaanka wax ugu qabto tan iyo kulanti dambe waa baahda dunidoodin la sidaasiyo nabadgelyo.